وطبعا بالفعل منذ الإطاحة بنظام القذافي اتجه عدد كبير من العرب البدو اللي كانوا موجودين في ليبيا وتواجدوا في النيجر وبعض الدول الأخرى، ومنهم طلع إلى موريتانيا. فبقى أصبح وجود هؤلاء العناصر في هذه الدول تمددوا وسيطروا على الحكم بوسائل ديمقراطية. يعني باعتقاد أن المجتمع الغربي الآن أصبحت الأنظمة الدكتاتورية غير مرغوب فيها، فبدلوا للشعب بنظام ديمقراطي دكتاتوري أسوأ من النظام العسكري. يعني النظام العسكري قد تكون فيه بعض الحلول خيارات الشعب أكثر من الديمقراطية التي يتمزق بها الغرب. أين الديمقراطية حينما تنهب موارد النيجر وتسحب إلى الدول الأوروبية، وإنسان النيجر يعاني من الفقر ومن الجوع ومن المرض ومن كل لا تتوفر إليه أبسط أنواع الحياة. لذلك تجد المجتمع الدولي حريص على إشاعة فزاعة الديمقراطية لكي يثبت أقدامه بفرية الديمقراطية التي تشربها كثير من الأنظمة الموجودة. وإذا نظرنا إلى الجوار تشاد، حكم عضوض 30 عاما لم يتغير الحكم العسكري، لماذا تتبجح فرنسا بأنها ضد الانقلابات العسكرية؟ فعدم مصداقية من المجتمع الغربي بالإنسان الأفريقي ده قد يؤدي إلى ثورات جديدة. لكن دكتور نادر، ما يجري في النيجر حاليا هل هو شأن داخلي أم أنه مرتبط بالسياسات الدولية الخارجية؟ هو مرتبط تماما بما يدور حوله. يعني أنت لو أخذت في الحسبان ثلاثة أرباع العساكر المتمردين في السودان من دولة النيجر، فكيف لا يعلم بازوم الديمقراطية الذي يتمزق بالديمقراطية أن هناك ما يقارب ال 30,000 من الجنود المرتزقة من النيجر يقاتلون إلى جنب القوات المتمردة في السودان؟ فده مرتبط بما يدور في الداخل. انظر إلى كينيا، انظر إلى أثيوبيا، الآن سوف تنفجر هذه المنطقة. هم يراهنوا أن السودان سوف لا يؤثر على دول الجوار، بالعكس يعني هيتمدد وتصبح أثار كبيرة جدا. هذا الذي حدث في النيجر مرتبط تماما بما يدور في دول الجوار. لكن لماذا هناك حركات على فرنسا التي كانت تستعمر هذه الدول، نتحدث عن مالي، بوركينا فاسو، واليوم النيجر؟ هل هناك مساعي غربية لإخراج فرنسا من ما يعرف بمستعمراتها القديمة؟ والله المخطط كبير، وهي قد تدخل في بعض الصفقات مع روسيا. التمدد الروسي الآن في كل المناطق الإفريقية اللي استولوا عليها العسكر في غرب أفريقيا، في بوركينا فاسو، في مالي، كل ذلك ينعكس. فرنسا أصبح دورها مفضوح، لن تستطيع الحفاظ على الإرث الاستعماري في هذه الدول. شوف كيف فشلت في السيف الموحد الآن، لا نظام لا يعمل. فأعتقد أن القرب يتآمر على فرنسا لإخراجه من العمق الأفريقي. أشكرك جزيل الشكر الدكتور نادر العبيد، الباحث في حركات الإسلام السياسي، على هذه المداخلة. كنت معنا مباشرة من لندن.